أيها المتمترسون خلف أحقادهم وحساباتهم الضيقة، أيها الناقمون على أنفسهم وأهلهم ووطنهم الذبيح، تمترسوا كيفما شئتم وكابروا كيفما تريدون وضيعوا فرص التوحد، والله لن تجنوا غير الضياع. وطنكم ينفلت من بين أصابعكم ومستقبلكم يتلاشى والحوثي وحده يتجذر وأنتم في غيكم سادرون. صالح عاش ولاحقته أحقادكم، صالح مات وبقيت أحقادكم. يا لصالح الذي لا زال يعشعش في أوهامكم حيا وميتا. أنتم لا تنتقمون من عفاش ولا تشمتون براحل أصبح في ذمة الله والتاريخ، ولا تشفون غليلكم منه اليوم لأنه خذلكم مثل ما خذلتموه، بل أنتم فقط تصرون على إضاعة الوقت وتكرار الغباء وتدمير مستقبل أبنائكم وأبنائنا الذين ليس لهم أي ذنب في كل هذا الضياع سوى أنهم ولدوا في عتمة أحقادكم وحساباتكم الرعناء، ويتمنون لو أنهم لم يولدوا في زمانكم الرديء الذي منحهم بلدا بكل هذا التمزق وكل هذه الحرائق. أخطأتم نعم، وأخطأ صالح، أخطأ الجميع، دفعتم الثمن ودفعه الجميع، فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نكرر الأخطاء وننسى ما فات، لنتوحد حول عدو واحد يتربص بالجميع ويحقد على الجميع ولن ينجو منه أحد. الأحقاد لا تبني وطنا، والانتصارات لا تصنعها المواجع، والأوطان لا تحررها الخصومات وتصفية الحسابات والتمزق والشتات. ثقوا بأنكم في لحظة مفصلية فارقة، ما لن تكونوا بحجمها فلن تكونوا أبدا، ولن يكون لكم ثمة وطن تضمه حناياكم. وإن أظهركم الحوثي ابتسامة صفراء أو مصافحة خادعة فلا تحسبوا بأن الذئب يبسم أو يمد لكم يد التعايش ويفتح صفحة جديدة. الحوثي لديه مشروعه الذي سيمر عليكم شئتم أم أبيتم، ما لم تلملموا صفوفكم وتترفعوا فوق جراحات بعضكم وتوحدوا جبهتكم لتستعيدوا وطنكم الذي اختطفه وجمهوريتكم التي قصمها ووحدتكم التي فككها وحقوقكم التي انتهكها وحريتكم التي صادرها دون أن يشعر بتأنيب ضمير. التفتوا لقضيتكم الكبرى وخاطبوا أرواحكم التي ستظل تشتاق إلى حفنة من تراب وطنكم. خاطبوها، إلى متى سيطول البعد والتشرد؟ حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟